احيانا كتير قوي يكون الانسان مننا عايش حياه حلوه مع المسيح، فمش هيجي ابليس بصوره مفضوحه يعرض عليه خطيه بصوره واضحه. لكن الاباء يقولوا عن ابليس انه فتال حبال، يعني عنده صبر كبير جدا انه ممكن يهيئ الفخاخ لولاد ربنا عشان في الآخر يسقطهم، ممكن ياخد فيها أسابيع أو شهور أو ممكن سنين، المهم يخليهم في الآخر انتباههم يقل، في الآخر يعمل إيه؟ يسقطهم. إيه اللي خلى داود يسقط في الأساس؟ البداية ما كانتش الشهوة، لكن البداية كانت الفراغ، والفراغ قعد وقت طويل بعد ما داود النبي خلص كل يعني استقر في ملكه وهيأ هنا إبليس لي الفخ. لكن زي ما قلت لكم الإنسان المشكلة لما يقل انتباهه. واحد يقول أنا كنت زمان بحب وقفة الصلاة، أنا كنت بحب القداس، أنا كنت بحب الألحان والترانيم، أنا مش عارف إيه اللي حصل لي اليومين دول، الصلاة تقيلة علي والقداس تقيلة علي وماليش نفسي أروح لأب اعترافي، إيه اللي حصل؟ حصل شوية فتور. في اللحظة دي الإنسان لازم يكون حذر، لأنها أضعف وقت في حياته، ممكن إبليس يعمل إيه؟ يوقعه. عشان كده عايزين نبقى دايما منتبهين لألا نسقط. طب لو سقطنا ازاي ندور على اسباب السقوط لالا نكرر السقوط ونقدم توبه وربنا يدينا النعمه ما نسقطش مره اخرى. هقول ان المقابله بتاعه داود النبي مع نثان اربع مراحل. اول مرحله هو الانصات لتبكيت الروح القدس داخل الانسان، دي اول مرحله من المقابله دي. الله لا يتركنا في لحظات الانكسار، امال بيعمل ايه؟ يجي يخبط على الباب ويبتدي يبكت. يقول كده الحكيم في سفر الحكمه اصحاح 12 ان في كل شيء روحك الذي لا فساد فيه فبه توبخ الخطاه شيئا فشيئا وفيما يخطئون به تذكرهم وتنذرهم لكي يقلعوا عن الشر. وزي ما تقال في سفر أيوب ويفتح أذانهم للإنذار ويأمر أن يرجعوا عن الإثم. إحنا هياكل الله وروح الله غيور على الهيكل بتاعه، فلو الإنسان سقط في أي خطية يحصل إيه؟ روح الله يطلبنا من غيرته علينا. عشان كده بولس الرسول يقول إن كنتم تحتملون التأديب، تأديب هنا ممكن مجرد التبكيت، إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، أي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون. بعد ما وقع داود النبي في الخطية بكيت صوت ربنا على لسان نثان النبي، قدام التبكيت ده صرخ داود وقال ايه؟ يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب لاني ضعيف، اشفيني يا رب لان عظامي قد رجفت، نفسي قد ارتاعت جدا، انت يا رب فحتى متى؟ عد يا رب ونجي نفسي، خلصني من اجل رحمتك. ده كان المزمور السادس لداود النبي. تبكيت روح ربنا ليا من خلال أي وسيلة ربنا بيبعتها لي وعن طريق كل رسالة ربنا بيبعتها لي، لازم تخلي بالك إنها لا تحمل أي كراهية بل تحمل كل الحب. عشان كده نلاحظ كلام المسيح له كل المجد لملاك كنيسة اللاودوكيين، قال له إيه؟ قال له إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيوراً وتوب. كمان هو يوبخ ولا يعير، يعني روح ربنا ما يعيرنيش بخطيتي لكن يوبخني
عشان أقوم من سقطتي، كمان يوبخ بالقدر اللي تخليني أقوم من سقطتي وما أقعش في اليأس. بعكس إبليس لما يجي يعايرني على الخطية يوقعني في اليأس. يبقى أول حاجة انصت لتبكيت روح الله جوه قلبك.